رؤية اسمها رؤية 2030، خلي الناس تعرفها وتبني عليها. أنا شغلتي على فكرة مش مستشار الحوار الوطني، أنا مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية 2030. خلي بالك المسمى في غاية الأهمية، أنا مش داخل في اللجان، أنا اللجان دي في لجنة اقتصادية ولجنة تعليمية ولجنة صحية ولجنة بيئة ولجنة مش عارف إيه. أنا شغلتي إن أنا أقولهم على فكرة ده كله متربط ببعضه برؤية 2030، الرؤية المستدامة لمصر اللي المفروض تبقى رؤية 2050، واللي المفروض إنها تتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لأفريقيا والتنمية الأممية بتاعت الأمم المتحدة. كويس؟ والاستدامة هي الأساس. إحنا عندنا رؤية كويسة بس لا تستدام، يعني في كل تغيير سياسي نبتدي من أول وجديد من الصفر تاني، عشان كده ما بتشوفيش أثر. الأثر إن أنا أبني على أكتاف النجاح وأعوض وأغير فيما حدث من يعني فشل. هو إحنا كان عندنا رؤية، أيلو رؤية طلعت 2016 أعلنها رئيس الجمهورية. هل الرؤية دي شملت كل شيء؟ شملت كل شيء ما عدا السياسة الخارجية والقوات المسلحة والسياسة الداخلية. ده لازم ننظر إليه في الرؤية الجديدة 2050. هل الرؤية نفذت؟ هنا الوقفة بتقول لا، لم تنفذ، رغم أنها معلنة ورغم أن هي مفروض الحكومة تعمل بها. طيب إحنا الوقفة دي هي لما تنفذتش ليه؟ هل إحنا محتاجين تعديل في الإطار القانوني والشرعي والتشريعي؟ هو ليه الوزارات مش مرتبطة برؤية واحدة؟ ده نقاش تحت الرؤية. في رأيي أن الحوار وقته ده مناسب، وأن الحوار لازم يكون له بنيان، والبنيان زي ما قلت هو الدستور بفلسفته والعدالة بمكوناتها والتنمية الإنسانية بكل ما ترتبط به داخل البلاد وأفريقيا وعالميا في إطار يسمح بالبناء. وأنا بقول الكلام ده عايز الناس تفهم إن مش هدف الحوار السياسي الحوار الوطني إن أنا أخش البرلمان أغير قوانين، ولا هدفه إن الناس تبقى كلها صوت واحد، ولا هدفه إن أنا أخش في التفاصيل الجزئية اللي بنسميها مايكرو إيشوز. دي شغلة الحكومة مش شغلة الحوار الوطني. في حكومة مسؤولة، في حكومة تنفيذية مسؤولة، لكن أنا في الحوار هقول يا حكومة تنفيذية في رؤية أعلنت أرجو الالتزام بها، وانت جوه الحوار تتكلمي في العدالة، هقول احنا عندنا خطأ في فلسفة الحبس الاحتياطي. مش هقول لك بقى خرج احمد وخرج محمد وخرج من الحبس الاحتياطي، لا الفلسفة. هو الدستور بيقول ايه واحنا عايزين ايه في الدولة المدنية الحديثة؟ من لا يوجه له اتهام ومن يثبت انه غير مذنب مش من حق الدولة انها تحبسه، وان الحبس الاحتياطي ده له سقف. انا بتكلم في الفلسفة، السقف بتاعه ايه؟ السقف بتاعه قانوني. يا برلمان حط السقف ده وحاسب الحكومة اذا عملت شيء غيره. السقف ده 3 أشهر، السقف ده 2 أسبوع، السقف ده ايه؟ مش دي قضيتي. انا قضيتي ان فلسفة الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي ما هوش عقوبة، الحبس الاحتياطي ده احتراز الى ان يتم توجيه تهمة وحكم قضائي، واذا ما توجهش تهمة يبقى دي مشكلة السلطة التنفيذية. اذا طلع حكم قضائي ببراءته يبقى لازم يروح بيته. الفلسفة هي احترام المواطنين، لانك وانت في سكتك انك تقبضي على المذنب ممكن تقبضي على 20 واحد مش مذنب، مش من حق الدولة ان هي تحجزه. خلي بالك انا بتكلم الكلام ده وبقول ان ده حق من حقوق المواطنين وموجود في الدستور. هو انت دلوقتي عندك سلطة تنفيذية رئيسية يرأسها رئيس الجمهورية وتحتيه مجلس وزراء. الرؤية دي اعلنت من رئيس الجمهورية،
كرؤيه البلاد. على فكره ممكن يتغير نظام الحكم ويجي لك نظام شيوعي مثلا، الرؤيه هتتغير، لكن هذه رؤيه وضعت بخبراء اعلنها رئيس السلطه التنفيذيه ووافق عليها الناس ووافق عليها البرلمان. إذن على السلطه التنفيذيه تنفيذ ما طرحته الرؤيه. في رايي الحوار الوطني ده المفروض يروح لرئيس الجمهوريه مش للبرلمان. وبفكركم هي الثورات بتقوم ليه؟ الثورات هو تعبير من المجتمع عن عدم قدرته في التغيير في الإطار الشرعي فيثور، والثورات بتركبها تهدم ولا تبني، والثورات بتركبتها اللي يركب عليها الأكثر تمويلا صاحب الأيديولوجية والأكثر تنظيما. احنا مش عايزين ثورات ولا عايزين هدم، احنا عايزين الحوار الوطني ده يقول على فكرة احنا ممكن نغير في اطار شرعي. مين المسؤول عن ده دلوقتي؟ القوة الغالبة في مصر هي ايه؟ هي السلطة التنفيذية. فانت بتوجه كلامك لقائد السلطة التنفيذية. الرئيس. اللي هو الرئيس. توجه الكلام عشان في رأيي ان عنده مسؤولية تاريخية ان هو ينقل البلاد نقلة نوعية في اطار من الشرعية والحرية التي تسمح بوجود بدائل للسلطة الحالية. شوف الصعوبة، اي حد في سلطة صعب جدا تطلب منه ان يوجد بدائل له. اللي بيعمل الكلام ده ده اللي يخش التاريخ. فاحنا عايزين ايه؟ دولة مدنية حديثة، عايزين عدالة ما فيش فيها انتقائية، يعني ما ينفذش العدالة عليك وما ينفذوش على حد تاني، الكل سواسية. وانت بتعمل الاطار ده عايز تنمية مستدامة بقى وعايز تغير نظام. احنا مصر مشكلتها طول حياتنا ان ادارة البلاد ما هياش جيدة، ما بين مؤسسة وما بين دولة هي هياها. والادارة الكفء يعني ايه؟ يعني تفعل الشيء باعلى جودة باقل تكلفة في اقصر وقت بمشاركه من المجتمع. عداله. حققت الاربعه دول انت بقيت دوله 100 100، وتوصل لتحقيق اهدافك. حتى لو كانت رؤيه مصر 2030 اللي هي هتبقى رؤيه مصر 2050 انا موافق على 70% منها فقط، افضل ليا ان ما يبقاش في حاجه خالص، وافضل ليا ان كل وزير يجي يبتدي من اول وجديد ويحط رؤيته الشخصية. لا، الرؤية ما فيهاش كده، الرؤية فيها نظام وضع اتفق عليه رئيس الدولة مع السلطات الثلاثة الأخرى، وعلى البرلمان أن يتابع ويحاسب السلطة التنفيذية على أدائها في تطبيق هذه الرؤية.